قامت مديرية مجال المثنى بحملة لتنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار بعموم مدينة السماوة والأقضية وأقضية الرميثة والخضر، جهد استثنائي كون أغلب الفتحات مندثرة ومدفونة كليا. وهاي من خلال قناتكم ندعو السادة المواطنين والسادة بالمؤسسات الساندة من بلديات سماوة ورميثة وخضر وكل الأقضية التابعة لمحافظة المثنى إلى مساعدة مديرية المجاري من خلال إدامة فتحات تصريف مياه الأمطار، لأنها هي العصب الأساسي لتصريف مياه الأمطار. أما بخصوص محطات تصريف مياه الأمطار، فبسبب قلة التخصيصات المالية لسنة 2024 فقد قمنا بصيانة بالجهود الذاتية للمديرية ومن خلال المواد المتوفرة بمخازن المديرية فقط، على أمل أنه في الأيام القادمة سوف تكون هناك يعني جهود مضاعفة من قبل الحكومة المركزية بدعم دوائر مديريات مجاري المحافظات لمواجهة موسم الأمطار. الآليات المتوفرة حاليا لا تكفي يعني المديرية، كون أن المديرية هذه الآليات هي كانت نسبة الخدمة المجاري سابقا 2019 كانت نسبة 40% من عموم محافظة المثنى، الآن هي النسبة وصلت إلى 90% خدمات مجاري ومضافة أحياء جديدة مثل أحياء الحكم، الانتفاضة، أحياء كثيرة يعرفها المواطن السماوي، ولكن الآليات هي نفسها، يعني ما صار تغيير بالآليات، كون الآليات يعني حتى الآليات اللي اجتنا هسه حديثة كون الآليات السابقة هي أصلاً للشطب يعني لا غير صالحة للاستخدام، فبقى العدد يعني نفسه يعني يتناسب يعني تناسب عكسي مع الخدمة من أحياء المخدومة اللي انضافت حديثاً إلى مديرية المجال المثنى.